نذهب إلى ملف آخر وهو ملف الصيادلة. المصري اليوم وعنوانها الصيادلة تلغي الإضراب والصحة تتمسك بقرار البيع بسعرين. نقابة الصيادلة أعلنت أنها ستلغي الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام دار الحكمة اليوم، والإضراب الكلي للصيدليات أيضا اللي كان مقرر أنه يبدأ يوم 12 فبراير الجاري. وبيقولوا أن هذا القرار تم اتخاذه استجابة للرئيس السيسي والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لمطالب النقابة، واتفق وفد مجلس النقابة بالفعل في اجتماعه مع وزير الصحة أمس الأول على إصدار قرار وزاري ملزم بسحب الأدوية لمنتهية الصلاحية دون قيد أو شرط، وجميع أنواع الأدوية المحلية أو الأدوية المصنعة لدى الغير لمدة عام كامل.